السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. محتوى الفيديو غيكون بخصوص ايفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال اللي غادي ديروا ان شاء الله مقاطعه نيو برانزويك. الا كنتي مهتم بمحتوى الفيديو خليك معنا حتى الاخير. كيف ما كتلاحظوا غادي نشارك معكم هذه المعلومات من الموقع الرسمي لمقاطعه نيو برانزويك، يعني موقع اللي موثوق ومعترف به من طرف الحكومة الكندية. عنت مقاطعة نيو برانزويك على ايفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال اللي غادي يكونوا فيه ان شاء الله جوج ديال لي زيفينمون اللي غادي يكون بخصوص سائقي لي كاميون دو ترونسبور، وكذلك بالنسبة لسيكتور انفورماتيك. ندوزو نتعرفوا دابا على التفاصيل لكل ايفينمون من هاد لي زيفينمون، على التواريخ وعلى طريقة ديال التسجيل. باش هكذا إلا كنتي سواء سائق شاحنة أو في مجال الإعلاميات تسجل إن شاء الله، ولما لا تيسر لك ربي وتحصل على فرصة عمل. للإشارة فقط هو أنهم كاتبين هنا بأن ماشي ضروري أنك تكون مسجل في البروغرام ديال أونتخي إكسبريس باش انك تقدر عاد باش تسجل في هاد ليفينمون. لا، ماشي ضروري، يكفي انك تسجل في هاد ليفينمون عادي جدا، ماشي ضروري يكون عندك بروفيل ديجا في اونتري اكسبريس. هذه هي المعلومه اللي هما كاتبينها لك هنايا. بطبيعه الحال راه كاتبين اوسي بان راه تقدروا تجيو نتوما وعائلاتكم ووليداتكم، يعني يسر الله وحصلتي على فرصه عمل غادي تجيب وحدك، لا راه تقدروا تجيو نتوما والعائلات ديالكم. دونك ندوزو نتعرفوا على لا سيسيون اللي غتكون في البرينتون 2021 اللي خاصه بال الكوندكتور كوندكتريس دو كاميون دو ترونسبور. كليكيو هنا على انسكرير. الوغ بالنسبه لي شوفور دو كاميون، هنا بالتحديد دايرين هاد ليفينمون هذا بخصوص الناس اللي باغين انهم ان شاء الله يرجعوا مقيمين في مقاطعه نيو برانزويك. بالنسبه للشروط، خصك ضروري تكون عندك واحد ليكسبيريونس لي اخر 5 سنوات، يعني ضروري تكون خدام هذه اخر 5 سنوات اون طونك شوفور دو كاميون. وكذلك ضروري خصو يكون لو كود سي ان بي ديالك هو 75-11 اللي هو كونديكتور دو كاميون دو ترونسبور. واللي مازال ما كيعرفش لو كود سي ان بي ديالو غادي نخلي لكم لو ليان ديال هاد لا فيديو تفرجوا فيه باش تعرفوا كيفاش تختاروا لو كود سي ان بي الصحيح الخاص بالمهنه ديالكم. بالنسبه للانسكريبسيون ما تعطلوش بزاف، لانه اخر اجل هو 11 جوان 2021، يعني ان شاء الله اقل من 10 ايام باقا باش تقدروا انكم تحضروا. بطبيعه الحال فيرتوال، وهادو بارمي زافونتاج اللي رجعوا حاليا هو انه الحمد لله من رجع هادشي هذا كلشي اونلاين، يعني رجع كلشي كيقدر انه يدفع ويحظى بفرصه ديال العمل وفرصه انه يتلاقى مع المشغلين. وبالنسبه من بعد ما كتسجلوا والى البروفيل ديالكم عجب احد المشغلين، ديك الساعه كيسردوا لكم التفاصيل بما يخص التاريخ والساعه والاسم ديال المشغل اللي غادي دير معاه ان شاء الله الغونكونتر. وقبل ما تبدا لانسكريبسيون رد بالك بانك تتاكد، لان الفورمولير فيها 4 ديال لي باج، قبل ما تدوز من باج للصفحه المواليه تتاكد من جميع المعلومات، لانك ملي غادي تكليكي على سويفون الا خطاتي راه ما كتقدرش انك ترجع، وبالتالي حاول انكم تردوا البال ملي تكونوا كتسيزيو لي زانفورماسيون ديالكم، تسجلوا المعلومات ديالكم بحذر وبشويه عليكم. وبالنسبه للاوراق اللي خصكم تيليشارجيو مع الفورمولير، خصهم يكونوا فورما جي بي جي او لا فورما بي دي اف. اول حاجه لاباج دو لا فوتو دو فوتر باسبور اكطويل اللي هي شي حاجه ضروريه، يعني ضروري خصو يكون عندك الباسبور، خصك تصور لهم الصفحه الاولانيه ديال الباسبور. ثاني حاجه تدليب بالفيزا ديال البي، الا كنتي مقيم شي بي ماشي بي دوريجين، باغ اكزومبل كنتي انت شخص تونسي الاصل ولكن حاليا خدام وساكن في فرنسا، خصك تدليب الفيزا ديال الاقامه ديالك في فرنسا الا كنتي من جنسيه مختلفه. جيسبر نكون شرحت هذه القضيه مزيان. ابري خصك تدليب الريزولتا ديال لي تيست ديال لي لونغ، الا كنتي قلتي بلي راك دوزتي التيست راه تو اوبليجي باش انك تدليب بالاوراق، سينو الا كنتي ما درتيش التيست راه سي با لا بين انك تدليب بالاوراق. وكذلك تدليب السي في ديالك اللي شي حاجه هي اختياريه انايا دايرينها، ولكن كنشوف انا من الافضل انكم ديروها باش تحاولوا انكم تبينوا لي كومبيتونس ديالكم ولي زيكسبيريونس ديالكم وكلشي يكون عندكم في لو سي في. بطبيعه الحال لو سي في خصو يكون على الطريقه الكنديه، واللي مازال ما كيعرفش لو سي في على الطريقه الكنديه غتفرج في هذا لا فيديو، غادي نخلي لكم لو ليان ديالو في صندوق الوصف. فيه نموذج سيره ذاتيه قابل للتحميل، يكفي انك تعمر لي زانفورماسيون ديالك وكتبع. بطبيعه الحال طالبين لو سي في ديال الزوجه ولا الزوج الا كان مثلا باغيه انك يرى انه يرافقك، او لا باغيه مثلا انه لربما يحصل على فرصه ديال عمل، حتى هو تقدر انك تجوانيه مع لي دوكيومون
الا بغيتي، لان هادشي دايرينها فاكولتاتيف بطبيعه الحال، بما ان فرصه ديال العمل مديوره بالنسبه لي شوفور دو كاميون، دونك اوتوماتيكمون غيحتاجوا بيرمي دو كوندوير اللي خصو يكون اكطويل، يعني خصو يتصور من الجهتين ويكون في دوكيمون واحد، يعني ملي تسكانيوه ماشي تسردو ريكتو في دوكيمون فيرسو في دوكيمون، لا ديرهم جبيهم في دوكيمون واحد. و اون فوا تساليو لانسكريبسيون ديالكم راه غادي توصلوا بواحد الايميل، هذاك الايميل كيقولوا لكم به بلي فوالا حنا توصلنا بالمعلومات ديالكم، ماشي معنيتها راكم تقبلتوا وغادي دوزوا، باش ما يبقاش يوقع لكم خلط، راه مي غادي اون فوا غادي تبعثوا لو سيفي ديالكم ولا اون فوا غادي تساليو لانسكريبسيون غادي توصلوا بلي راه التسجيل ديالكم تم بنجاح، وان شاء الله ملي غادي يطلعوا المشغلين على لي سيفي ديالكم على الاوراق ديالكم ولا قنعهم البروفيل ديالكم، كساعد باش كيبعثوا لكم اون انفيتاسيون اللي هي اوفيسيال اللي غادي يكون فيها لا دات وغيكون فيها الساعه وغيكون فيها جميع المعلومات الخاصه بالغونكونتر، كدوزوا تعملوا لي زانفورماسيون ديالكم هنا اللي هما عاديين اللي هو لو برينو لو نون فاميليال البريد الالكتروني، وكتعاودوا تكتبوا البريد الالكتروني وهنايا كتيليشارجيو جميع المعلومات او جميع لي فيشيي اللي طلبوا لكم، وكتكليكي على اغري وكتكليكي على سويفون وعاد باش كتكمل الانسكريبسيون ديالك. جيسبر نكون شرحت هاد لابارتي الاولانيه مزيان اللي خاصه بلي شوفور دو كاميون، وما تنساوش راه اخر اجل اللي خصكم تسجلوا فيه اللي هو 11 جوان 2021، يعني الا كنتي انت دابا اللي كتشاهد لا فيديو مهتم بانك تجي تخدم في مقاطعه نيو برانزويك، دابا تسجل ووجد وريقاتك وسكانيهم باش انك تبعث لا كونديداتور ديالك. ندوزو دابا نتعرفوا على ليفينمون الثاني اللي غيكون ان شاء الله خاص بالسيكتور انفورماتيك، توجور غنكليكيو على سانسكريغ. بالنسبه للسيكتور ديال التكنولوجي دانفورماسيون باغيين دي انفورماتيسيان اي دي انجينيور اون انفورماتيك، يعني هما لي زونتربريز عندهم هنا بزاف طالبين لي انفورماتيسيان لي انجينيور اون انفورماتيك، اون جينيرال في كندا راه محتاجين الناس لي في الدومين دانفورماتيك، وحاليا راه كاين جوغري كيبيك خاص بالاشخاص لي في لو سيكتور ديال الاي تي اللي مهتم يمشي يتسجل لربما ان شاء الله يحظى بفرصه عمل. بالنسبه لي انفورماتيسيان ها هما لي كومبيتونس لي خصهم يكونوا عندهم، بالنسبه لي لي انجينيور اون انفورماتيك اوسي شنو هما لي طاش لي خصهم يكونوا كيعرفوا يديروا. بالنسبه لا دات دو طومبي اللي هو 15 جوان 2021، وبالنسبه للمعلومات اللي خصك تكون عارفهم قبل ما تسجل، حتى هما هنا راه كيقول لك بلي الفورمولير دانسكريبسيون فيها 4 ديال لي باج، وقبل ما تدوز من باج لا باج المواليه تاكد مزيان من المعلومات اللي غادي تكون سجلتي وعاد باش تكليكي على سويفون. بالنسبه للي فيشي اللي طالبين لكم اولا لي دوكيومون اللي طالبين، اول حاجه لي دوكيومون خصهم يكونوا فورما جي بي جي اولا فيشي بي دي اف، واوسي خصو يكون عندك لا فوتو ديال الباسبور اللي اكطويل، وهنا لاحظوا معايا راه ما دارش اوبليغاتوار، يعني الا ما كانش عندك جو بونس با غيكون بروبليم لانه ما دايرينش اوبليغاتوار. لو ريزولتا دو فوتغ تيست دو لونغ، الا كنتي دوزتي التيست وقلتي بلي راك دوزتي التيست الوغ اوتوماتيكمون خصك تدلي بالريزولتا، سينو الا ما كنتيش دوزتي التيست راس ما كاين حتى شي مشكل. فوتغ ديبلوم لو بلو الفي او بيان الرابور ديال الاو دي او، بطبيعه الحال الا كنتي مثلا شاد ليسونس وعندك الماستر انسي دو سويت غادي تسكاني ليهم الدبلوم البلو الفي، يعني مثلا الماستر الا كان هو اكبر دبلوم عندك. ولو سي في حتى هو هنايا ما دايرينهش اوبليغاتوار، ولكن دو بريفيرونس انكم كذلك تحطوا حتى لو سي في ديالكم، لانه كتقدروا فيه تشرحوا لهم اكثر لي كومبيتونس ديالكم ولي زكسبيريونس ديالكم. لا باج فوتو دو باسبور اي لو سي في دو فوتغ كونجوانت الا كنت مثلا باغا ترافقك اولا يرافقها الزوج ديالها، حتى هو ما فيها باش تدفعوا المعلومات ديالهم الا كنتوا باغينهم يرافقوكم اولا الا كنتوا مزوجين. فوالا وهنا كيقول لك الا واش عندك بروفيل في اونتري اكسبريس، كتقول له وي الا كان ديجا عندك، الا كان نو راه ماشي مشكل، لانه هادشي هذا اللي كنت ذكرت لكم في الاول ديال الفيديو راه كاتبينها اون روج باللي راه ماشي ضروري يكون عندك بروفيل اونتري اكسبريس، كتكليك تكتبوا لو نو لو برينو لادريس ميل لا كونفيرماسيون، وهنا كتجوانيو جميع لي فيشي اللي ذكروا ليكم وتكليكي على اغري سويفون وكتبعث لا كونديداتور ديالك، وان شاء الله الله يسر لكم الامور كاملين بكم، واللي في بالو شي حاجه الله ينولها ليه. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليوني جيم، لان بلا جيم كيساعد الالغوريثم ديال اليوتيوب باش انه يطلع على فيديو ويشاهدوه مجموعه ديال الناس اللي يقدروا حتى هما يستافدوا منه. كاين شي سؤال خليوه لي في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اللي تقدر تكون انت هو السبب في تغيير الحياه ديالهم للافضل. دوزو موفيه للقناه، مع السلامه.